السلام عليكم احباب المشاهدين لولو يامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله. انا في مدينه اكادير، المهم زهره الجنوب، مدينه اكادير، مدينه الجميله اللي كتعجبني بزاف. المهم كاينه الضبابة، هانتوما كتشوفوا الضبابة كاينه. المهم انا غنديكم حتى لمدينه مراكش، مراكش الحمراء حتى هي اللي كتعجبني بزاف. كاينه الضبابة في اكادير ولكن كترجع كلها شمش، الحال مشماش، البحر عامر، المهم الجو غزال بزاف. اللي ما زارش اكادير يجي يزورها، المهم واحد الجو رائع في الصباح الضبابة، وكتجي واحد الشميشه زوينه. المهم سخون الحال شويه ولكن مع البحر كاين البرد، والبحر ما شاء الله عامر، والبحر غزال ديال اكادير، يعني البحر نقي وزوين. المهم كاين بزاف ديال الشواطئ في اكادير. المهم انا في الطريق دابا غادي نمشي ان شاء الله غنديكم حتى لمراكش الحمراء. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وغنبقى نهضر معكم على حسب الا شفتوا الفيديو ديالي، الا عجبكم الفيديو ديال لولو يومي ما تنسونيش بمشاهده. جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. المهم واحد الولد سولني، هذه مدينه اكادير، حيت ديجا صورت لكم مدينه اكادير، قال لي اش من مدينه؟ مدينه اكادير اللي كتوجد في الجنوب ديال المغرب. المهم زهره الجنوب، هذه مدينه اكادير. وملي غادي ان شاء الله غنمشيو حتى لمدينه مراكش ان شاء الله باذن الله. المهم انا في الطريق وبغيت نهضر معكم شويه. بالنسبه اللي ما عجبوش الفيديو ما يدخلش يشوفوه. جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. ديما كنقولها لكم في الفيديوهات ديالي، المهم حيت كتضرونا راه كتدخلوا كتحطوا غير تعاليق وتمشيو، وانا كنبقى خدامه معكم بزاف. المهم هذه واحد الحديقه ديال التماسيح اللي كاينه في الطريق. المهم هذه البلاصه كيقولوا ليها الدرارقه. المهم البنات وحتى الاولاد اللي كيدخلوا عندنا، المهم حنا كندخلوا لعندكم وكندخلوا عندنا. انا كيف بغيت الخير لراسي كنقول انا بغيت الخير لراسي، حتى الناس نبغي لهم الخير، يعني هادشي اللي كنقول. هذا النفق، المهم هذاك كيدوز فيه الكار وطوموبيلات وكلشي، بزاف اللي غيعرفوا اللي كاين في الطريق اللي المهم حنا دابا غادي لمراكش ان شاء الله. المهم اش غنقول لكم، خلاها نسيت اشنو غنقول لكم. المهم بقاو تشوفوا معايا الطريق وشوفوا معايا مراكش، ولكن غنهضر معكم. المهم المشاهدين لولو يامي، انا كنحط الفيديو قصير هنا مدينه مراكش، نتمنى تعجبكم، تمنظروا مع راساتكم الا شفتوا الفيديو، الا ما شفتوه راه ما غتشوفوش، حيت كنلقى تعاليق عندي كثر من ليفي على حسب انا، حيت انا الا ما كنتوش مسالين ما تردوش ديك الساعه التعاليق، ديروا بحال اللي كندير انا. انا كنحط الفيديو كنخليه حتى كنسالي، عاد كنعطي كل واحد كنعطيه حقه، يعني كل واحد كنرد ليه بالصدق والبصمه. الا ما كنتوش مسالين ما تدخلوش تحطوا تعاليق وتمشيو، راه كضرونا. الله يستر، الله يستركم، راه كضرونا وكتضروا حتى راسكم. الله يستركم، وكنعاود نقولها الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تدخلوا الا ما كنتوش غتشوفوا الفيديو، لان الفيديو كيكون فيه 6 دقائق ولا 4 دقائق ولا 5 دقائق، وكتدخلوا تحطوا تعاليق وكنلقى تعاليق اكثر من ليفي، راه جات عيب في الشكل، يعني جات حشومه كاع. وكنبقى انا نرد ديك التعاليق كامله، كيبقى فيا الحال كنقول لا ما دخل عندي الا باغي الخير لراسو، يعني بغاه ليا حتى انا. ولكن لا، بالنسبه اللي باغي يدخل يدخل يشاهد الفيديو، يحط البصمه، ما غيخسر عليها حتى حاجه، ما غيخلص عليها حتى حاجه، ويشاهد الفيديو. ولكن اللي كيشاهد الفيديو دقيقه، كاين اللي كيشاهدوا غير ثواني، وكاين صراحه ما غاديش نقول كلشي، ولكن البنات ما شاء الله اللي كيدخلوا لعندنا، يعني البنات اللي كنعرفوا بزاف اللي كيشاهد الفيديو حتى الاخر، هادو بلا ما نذكر الاسماء حيت تبارك الله كثار. ولكن كاينين شي وحدين اللي كيدخلوا يحطوا تعاليق ويمشيو، راه كيضرونا وكيضروا راسهم، وفي نفس الوقت كيشدونا، يعني كيشدونا الوقت، يعني كنبقى نضيع معكم واحد الوقت طويل، فهمتوا؟ هادشي بغيت نقولها لكم. جزاكم الله كل خير، الله يستركم، الى ما تدخلوش لعندي. انا قلتها لكم شحال من مره، ما تدخلوش لعندي الى ما كنتوش غتشاهدوا ليا الفيديو، ولو كاع ما عندكمش الوقت في المثل، شاهدوا الفيديو جوج دقائق ثلاثة دقائق، اما ما فيها باس تكملوه الا كان قصير، ما فيها حتى حاجه. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم يا اصدقائي، ديما كنقول لكم هاد الكلام، ديما كنقول لكم هاد الهضره، نبقى نعاودوا فيها. هذه راه مدينه مراكش اللي زوينه بزاف، مدينه مراكش حتى هي سخونه شويه. المهم الجنوب كله كيكون سخون في هاد الوقت، ولكن ما شاء الله الدنيا غزاله
وزوينه بزاف. بالنسبه للولد اللي سولني قال لي خصكوا لي الاماكن هنا مراكش، انا غير وريتكم لمدينه مراكش ومدينه اكادير، كنت في اكادير وجيت مدينه مراكش. ويلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بالمشاهده، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. كنعاود نقولها لكم، جزاكم الله كل خير. اللي ما غاديش يشوف الفيديو ديال لولو يامي ما يدخلش. انا حيت كنشوف الفيديو في المثل، الا بان لي الفيديو طويل ما قديتش عليه ما ندخلش، ما غنضركش، ما غاديش ندخل عندك. الا عرفت الفيديو طويل وعندي الوقت غادي ندخل عندك، ماشي مشكل غندخل، لان نبغيك تجي عندي ونجي، يعني كيف كتبغي تجي عندي نجي عندك، ولكن حتى كنكون مثاليه، فهمتي؟ هذا الشيء بغيت نقول لكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والله يسهل عليكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. حنا كلنا بغينا الخير، يعني كيف بغيت الخير لراسي راه نبغيه. كما قالت لي واحد البنت ما عقلتش سميتها سعيده في الباديه واقيله ولا ما عقلتش، قالت لي اللي لا بغي كيف بغيت الخير لراسي نبغيه حتى الناس. هذيك السيده راه كتشاهد مشاهده كامله. يلا مع السلامه، الى الفيديو المقبل.